إنهم في طريقهم نحو أبرز حدث تشهده المنطقة هذه الأيام. الرجال الذين يتدلون من سيارات الدفع الرباعي كان منظراً كهذا مطلع ثمانينات القرن الماضي، يثير الرعب في هذه البلدة. لكنهم اليوم يرددون اسم أحد اللاعبين بدلاً عن اسم محارب يتذكره الآباء جيداً. شهدت هذه المرتفعات الجبلية الشاهقة معارك ما تزال آثارها ماثلة إلى اليوم. قتل الناس هنا بلا ذنب، واعتقلوا لمجرد إثارة الخوف لدى الجميع، وما زالت أسر تنتظر عودة الغائبين. لقد وصلوا نحو وجهتهم. نحن الآن في الثاني من ديسمبر 2022. تشهد العزل التابعة لمديرية العدين محافظة إب دورياً رياضياً بين ذات المناطق التي شهدت حرباً عنيفة في السابق وتم تحشيدها ضد بعض. أما اليوم فقد تعمد سكان الهروب من الصراع وتسمية فرقهم الرياضية بما يبعدهم عن الماضي ويقربهم من السلام. لقد تعلم الناس هنا درسا بليغا لا يريدونه أن يتكرر، وقد عارضوا بكل قوة أن تطلق النار من قمم جبالهم نحو الأسفل. أتت التعليمات الأهلية بمنع حمل السلاح في الملاعب أو الاحتفال بإطلاق النار. أخبر المغتربون وهم مجموعات غادرت هذه المرتفعات منذ زمن أقاربهم الذين ينظمون الدوري، أخبروهم بترك البنادق في الغرف المغلقة وعدم فتح التاريخ مقابل دعم تنظيم الدوري المقام. يتنقل الأهالي من أجل التشجيع الرياضي ودعم الفرق المؤهلة للفوز. يقام هذا الحدث الرياضي في ملاعب غير مجهزة على أرض قاسية في باحة مدرسة الفوز، لكن الفرحة التي يخلفها الفعل الرياضي هي ذات الفرحة التي تحدث في أي مكان أعد جيداً. يقول الأهالي إن غاية ما يريدونه أن يهتفوا باسم لاعب هنا يهتف ناس أكثر بذات الاسم لاحقاً وفي أماكن أوسع. إنهم في مهمة صناعة لاعب يحلمون أن يولد بينهم ويكبر ليرفع اسم بلدته ومن أين جاء. من رمضان، من العمارنة، من العنوان.